اسعار الفراخ في مصر اليومين اللي فاتوا دول ملهاش اي كبير. تسمع سعر في كل حته بشكل مختلف من البائعين، سواء في الاسواق الشعبيه او في المحلات التجاريه، ولكن في الاغلب هتلاقي اسعار كيلو الدجاج الابيض بيبتدي من 60 ل 62 جنيه، والبانيه هتلاقيه من 130 ل 140 جنيه. يعني لو انتوا خمس افراد في اسره واحده ممكن نقول يكفيكوا 2 كيلو بانيه مثلا، يعني تقريبا المره الواحده محتاجين 280 جنيه في المره. خلينا نقول انك هتاكلها مره واحده في الاسبوع، يعني محتاج في الشهر 1120 جنيه فراخ بس، ولسه الاضافات اللي جنبها. وانت لو مواطن ربنا كرمك وبتقبض الحد الادنى للاجور اللي هو تقريبا 2700 جنيه، يعني تقريبا نص مرتبك الا شويه رايح على الفراخ فقط من غير اي حاجه. ليه حكيت لك الحكايه دي وليه الحسبه اللي احنا عملناها دي؟ ببساطه لان في احد رواد السوشيال ميديا اللي هو مفروض شكله الله اعلم كان ناوي ان هو يساعد النظام بشكل ما ويحاول يطبل للنظام بشكل ما، وهي السيده انتصار كمال مصطفى. سيدة انتصار كمال مصطفى عملت مع المواطن المصري نفس الطريقة بتاعت لا تقربوا الصلاة. ما قالتش وأنتم سكارى، هي قالت لا تقربوا الصلاة بس. فقامت رايحة منزلة بوست قالت في تورنتو بكندا كيلو الفراخ ب 26 دولار، وجايبة لنا هنا السعر وعامل عليه مارك وغيره. كيلو الفراخ ب 26 دولار كندي يعني 525 جنيه. لا 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 مش مصدق، الأسعار غليت في مصر بس، سمع في مصر بس. وقالت ان عماد مأكد لها، طبعا ده جزء من فيلم الرهينه بتاع احمد عز، ان عماد مأكد لها ان الكلام ده غالي في كل حته، فهي بتحاول تحسسنا ان الدنيا كلها غاليه. ولكن البوست ده لما لف في الفيسبوك كله كان عليه تفاعل رهيب جدا، وناس كتيره كانت بترد بسخريه. في ناس سخرت منها، وفي ناس كانت متضايقه، وفي ناس كانت شويه وخلاص يعني هتقول الفاظ مش كويسه، ولكن الناس كانت كلها متضايقه من الكلام اللي موجود في البوست. فمثلا خالد السروجي بيقول لها ده في حال لو الشعب في كندا بيقبض بالجنيه يا مدام، انما للاسف هم بيقبضوا بالدولار. اول ما هيقبضوا بالجنيه ساعتها ممكن تطل علينا بالبوست ده وتقول لنا الكلام ده. تعليق اخر من التعليقات اللي كانت موجوده من سعيد بيقول لها اه مضبوط، بس السعر بس ساعه العمل في كندا حد ادنى ب 15 دولار. 15 في 8 ساعات يوميا ب 120 دولار يوميا، 120 في 27 جنيه يعني 3240 جنيه راتب يومي للمواطن في كندا. طب خليها على الكندي بتساوي 2500 جنيه، فعادي جدا ان اشتري فرخه ب 5000 او ب 525 جنيه وتبقى حاجه رخيصه ومعتبره. تعليق اخر برضو من الناس اللي كانت متضايقه من البوستر، محمود بيقول لها انت سامعه نفسك بتقولي ايه؟ 26 دولار كندي يعني عملة الدولة الكندية، يا ريت بقى عندنا زيهم ب 26 جنيه مصري وبطلوا استخفاف بالشعب المصري. اللي عايز اقوله في التويته دي تحديدا او في التعليق ده تحديدا ان في حاجه جميله جدا احنا ملاحظينها دلوقتي في الشعب المصري، ان الناس اللي بتحاول تضحك عليه بطريقه ما من هنا او من هنا ما عادش الكلام ده موجود. الشعب المصري بقى حاسس دلوقتي بالالم، بقى عارف كويس جدا ايه اللي بيحصل، وبقى فاهم كويس العالم كله بيدور ازاي. تعليق اخر من التعليقات اللي كانت معانا برضو بيقول لها لما يكون معاكي او لما يكون معايا 1000 دولار وانزل اشتري كيلو فراخ ب 26 يبقى رخيص جدا، وتعالي قارني بالمصري لو معايا 1000 جنيه ونزلت اشتريت كيلو فراخ ب 140 جنيه، هل علمتي الفرق؟ الأول هيرجع البيت ومعاه 974 دولار، المصري هيرجع البيت ومعاه 860 جنيه، العملة تزيد أو تقل عندما تنتقل من بلد لأخرى. تعليق تاني من التعليقات اللي كانت موجودة بيقول لها 26 دولار في بلدهم زي 26 جنيه عندنا، يعني السعر عندهم يعتبر أرخص من السعر في مصر. آخر تعليق معانا أو في تعليقات كمان لسه معانا، محمد عبد العزيز بيقول شوف إحنا هنحول سعر الفرخة من الدولار للجنيه عادي، وهي دي بقى اللي بتجسد فعلا فكره لا تقربوا الصلاه. هي حولت سعر الفرخه من الدولار للجنيه عادي، لكن المرتب هناك اللي بيجيبوا بيه الفراخ مش هنحوله ولا هنجيب سيرته، وده برضه لان عماد مأكد لي. تعليق اخر بيقول لها ادعي لي في كل صلاه ترجعي مصر تاكلي فراخ براحتك، وبيضحك او بيدي لها قلب عشان شايف ان هو يعني لو انت مش عاجبك كندا ومش عاجبك الاسعار في كندا وبتقارنيها بحال المواطن في مصر اللي مش لاقي الراتب اللي انت بتاخديه في كندا، ارجعي مصر وشوفي الدنيا عامله ازاي. تعليق اخر بيقول لها الله عليكي اقنعتيني، خلاص ايوه كده شيل الغمامه من على عيوننا، مصر حقيقي ولاده وحضرتك ممتازه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ربنا يزيدك من العلم والفهم، وسلامي لاستاذ عماد. تعليق تاني قال لها نفس اللي قاله رئيس الجمهورية للناس في مصر، قال لها بطلي هري يا أستاذة انتصار.